متابعي قناة شوف تيفي، اهلا مرحبا بكم معنا في البث المباشر مدينة تطوان فيما يخص حصيلات اليوم. وصلنا بالحصيلة كالعادة، الأرقام مازال كترتفع الإخوان، الحصيلة ثقيلة اليوم. أعلنت وزارة الصحة مساء الأحد عن تسجيل 2044 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 133272 حالة في المغرب. وفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المخبرية قد بلغ إلى 2,277,931 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت 37 وفاة جديدة، للأسف ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 2,330 حالة، فيما تم التأكيد من 2,349 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي حاصل للتعافي إلى 111,036 حالة ديال التعافي. تهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية وانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذا اليوم متتبعينا 2044 إصابة على المستوى الوطني، فيما حالة الوفاة 37 حالة وفاة اليوم للأسف. وبهذا كتكون مدينة تطوان سجلت اليوم، مدينة الحمام البيضاء سجلت 20 حالة إصابة جديدة بكورونا بالحمام البيضاء، وحالة واحدة ديال الوفاة في الساعات الماضية للأسف. إذن متتبعينا، أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأحد عن تسجيل 2044 حالة إصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 133,272 حالة في المغرب. وفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحليل المخبري السلبي بلغ 2,277,931 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني للأسف. وأفادت المعطيات الرسمية بأن نفس الفترة للأسف عرفت تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد ضحايا كورونا في المغرب إلى 2,333 حالة. وتم التأكيد من حالة التعافي اليوم، اللي ارتفعت الحمد لله إلى 2,330 حالة تعافي، وبذلك يرفع العدد الإجمالي إلى 111,036 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية وانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذا اليوم متابعينا تطوان كتسجل 20 حالة إصابة وحالة واحدة حالة وفاة خلال الساعات الماضية. طبعا بلاغ ديال وزارة الصحة تنعطيكم في الأرقام الدقيقة على المستوى الوطني. للأسف اليوم 2044 حالة إصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، فيما حالة الوفاة كانت الحصيلة كذلك ثقيلة، وصلت من 37 حالة وفاة على المستوى الوطني. نتمنوا بالفعل الدعوات ديالكم لرفع علينا هذا الوباء وترجع المياه المجاريها. أرقام غادية وكتكبر الإخوان، وأين هو الخلل؟ من يتحمل المسؤولية؟ واش بالفعل الناس كتلتزم مسافة الأمان والتباعد أم لا؟ هذا هو السؤال. إذن نتمنوا بالفعل الدعوات ديالكم، والتذكير أن مجموعة من الدول خاصة إسبانيا على مستوى العاصمة الإسبانية مدريد تم إغلاق عدد من المناطق بالعاصمة الإسبانية مدريد بعد تزايد الإصابات. اليوم احنا اليوم في المغرب 37 حالة وفاة للأسف، كترفع العدد الإجمالي إلى 2,330 حالة وفاة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني، فيما الإصابات ديال اليوم كانت 2,044 حالة مؤكدة بالفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالمملكة إلى 133,272 حالة في المغرب. وعلى إثر ذلك تم التأكيد كذلك من حالة التعافي الحمد لله، اللي كانت أرقام مهمة اليوم، 2,349 حالة شفاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 111,036 متسبعين. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية وانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. طبعا نبيلة كتقول عينا، اكيد طبعا كل شيء عيا، كل شيء قنط، كل شيء تأزم، الله يحسن العوان مع هذه الجائحة. نتمنى الدعوات ديالكم لرفع لنا الوباء وترجع المياه المجاريها. اكيد كل واحد فينا، انت اخي وانت اختي اللي معنا في هذا المباشر،
عيتي وقنطتي، وكاين ناس اسر اللي كتعيش الفقر والهشاشه بعد ما تم توقيفهم عن الاعمال وللاسف. اذا المتتبعين نتمنوا الدعوه ديالكم، الله يرفع علينا هذا الوباء، ونتمنوا نتغلبوا على هذه الجائحه في القريب العاجل، هذا هو الاهم. نتمنى بالفعل متتبعينا ان الارقام تتراجع، ولكن شاءت الاقدار انه في 60 يوم الاخيره الارقام ما كتراجعش. بالفعل بقينا شادين الارقام في 2000 والفصيله، والوفاه يعني بقات مرتفعه ما بين 38 42 44 37 36 حاله وفاه بشكل يومي متتبعينا، في الوقت اللي كنا تنسجلوا حاله واحده او صفر حاله في يوم من الايام. ولكن شاءت الاقدار متتبعي قام شفت بان الارقام ترتفع بشكل كبير وكبير بزاف. اذا نتمنى تكونوا ديتو معنا اوقات جميله في هذا نهايه الويكاند الاحد، حنا في الساعه 6:29 متتبعينا. نتمنى تقدم معنا اوقات جميله في هذا الدردشه في هذه الحصيله، واملي ان نلقاكم بخير في مباشر اخر، ونتمنوا الدعوات ديالكم الله يرفع علينا هذا الوباء، هذا هو الاهم، لان الارقام الان متتبعينا كترتفع وكتذوق ناقوس الخطر. من يتحمل المسؤوليه؟ اين الخلل؟ هل واش بالفعل الناس كتلتزم بالتباعد ومسافة الأمان والنظافة والكمامات أم لا؟ هذا هو السؤال. إذا مباشرة من تطوان 20 إصابة جديدة بكورونا بالحمى البيضاء وحالة واحدة ديال الوفاة في الساعات الماضية. أمل نلقاكم بخير متتبعينا في مباشر آخر، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، هذا هو الأهم. شكرا لكم على التفاعل والتعليقات ديالكم، كان معكم معتكف كالعادة، أمل نلقاكم بخير، إلى اللقاء.